نروح بقى لفريد زهران في اخر اللحظات. على فكره يا جماعه، عندنا يعني زي ما قلت لكم الساعات الاخيره في اي حاجه دائما ما تحمل المفاجآت. طيب احنا خلاص طنطاوي هيعلن موقفه غدا، هناك اسئله كثيره جدا، تساؤلات واجابات ايضا، وفي الاخير في اللحظات الاخيره ممكن ان تجد مرشح رئاسي جديد. لا ده مش ممكن، ده اكيد هتجد مرشح رئاسي جديد، وكل حاجه بتتعمله بسرعه جدا. سبحان الله، ناس بتجاهد وبتحاول توصل للشهر العقاري وتحاول تنزل تعمل توكيلات فتمنع، تحاول تجيب المنع وتوثقه وتروح بيه للهيئه الوطنيه فتمنع ان هي تقدم حتى مظلمتها للهيئه الوطنيه اللي المفروض انها ستدير هذه العمليه الانتخابيه بكل نزاهه. ده النزاهه ماتت وصلوا عليها، يعني صلاه ليس فيها ركوع ولا سجود، صلاه باربع تكبيرات، صلاه الجنازه. نزاهه ايه بقى؟ وهيئه وطنيه ايه؟ وكلام ايه ان انا على مسافه واحده وانت اصلا مش قادر تفتح بابك لاستقبال مظالم المرشحين المحتملين وما تم معهم من انتهاكات وتضييقات. ولكن انا واثق ان الامل سيبقى موجود، وانا دايما وابدا بفكركم بشعار قناه الشرق. شعار قناه الشرق سيظل باذن الله الحقيقه والامل. فموضوع الامل ده احنا بنحارب من اجل الامل، بنجتهد من اجل الامل، ونعمل من اجل الامل. فريد زهران بيستقبل سفير الاتحاد الاوروبي والمرشح الرئاسي، ناقشنا الازمه الاقتصاديه وسبل الخروج منها وتطورات الاوضاع في غزه. النهارده استقبل فريد زهران وفد من الاتحاد الاوروبي برئاسه سفير الاتحاد الاوروبي كريستيان بيرجر ومرافقيه، وقال ان الحاضرين ناقشوا موضوع التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي ومستقبل هذه العلاقات، وناقشوا كمان الانتخابات الرئاسيه الحاليه وتطوراتها. معرفش بقى اتحكى لهم عن التضييقات الامنيه اللي موجوده والظروف الامنيه اللي موجوده، وعدم استطاعه المواطنين الوصول للشهر العقاري، عدم استطاعه المواطنين من ممارسه حريتهم في اختيار من يريدون في هذه الانتخابات الرئاسيه القادمه. الاستاذ فريد زهران كان عنده النهارده برضو تصريح تلفزيوني هام جدا، تعالوا نشوف هذا التصريح لأن أنا أعتقد أن هو يوضح أفكار المرشح الرئاسي فريد زهران في حواره مع موقع المنص. النظام ومرشحي هذا النظام، لأنه كمان من بين يعني أقدار مصر الطريفة أنه يعني النظام بيعبر عن نفسه، بيعبر عن نفسه بأكثر من مرشح في هذه الانتخابات كما تعودنا في الانتخابات السابقة. فأنا ضد هذا النظام ومرشحي هذا النظام. النظام ده أنا بلخصه فإن النظام يحكم مصر منذ عشرات السنوات. بعض الأصدقاء التاريخيين ليا بيزعلوا لما بقول النظام ده بيحكم مصر منذ أكثر من 70 سنة. النظام ده بيحكم مصر منذ أن خرجت مظاهرات مأجورة تهتف يسقط الديمقراطية يسقط الدستور. النظام ده احتكر السلطة والثروة والمجال العام. النظام ده احتكر الحديث باسم الوطنية واتهم معارضيه بالخيانة دائما وسجنهم وحبسهم جيل ورا جيل وطبع ورا طبع. ما البديل اذا يا استاذ فريد؟ انا كلام واضح في مواجهه هذا النظام. طيب يعني كلام بس مش بس كده، قال لك ومرشحي هذا النظام. صح؟ كلام واضح جدا. تمام. انت ايه قلقت ليه؟ لا 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 مش قصدي، يعني هو ما قالش بس انا ضد النظام، بس هو قال انا ضد النظام ومرشحي هذا النظام. صحيح. طيب الجملة حلوة يعني لما بتكتمل مع بعضها كده. لا لا والله ده كنت بكمل الجملة بس. كمل. طيب هو قال كلام برضو مهم، قال لك ان النظام الحاكم بيشير على طريقة مصر ان هي لا تحكم الا بالكرباج ولا تحكم الا بالقبضة الحديدية. ده كلام على فكرة يمكن الناس كلها عارفاه وسمعناه زمان، يقول لك مصر دي محكومة كده قبضة امنية كده، وكان دائما وابدا الكلام يتقال لك، يقول لك ايه امشي جنب الحيط ولو ما لقيتش جنب الحيط خش جوه الحيط، وخلي بالك اوعى تتكلم في السياسه وانت قاعد على القهوه، اتكلم في الكوره، اتكلم في الافلام، اتكلم في المسلسلات، بس اوعى تتكلم في السياسه. ايه؟ ليه بتقعد على القهوه؟ لا بيقول لك وانت قاعد على القهوه. انا والله كان نفسي والله احمد اقعد على القهوه بس حصليش، ما كنتش فاضي. وبعدين ما بعرفش العب طاوله. دي برضو مشكله كبيره. بس انا اديتكم دوره. ايوه ما اديتني دوره انا وعطوان، وبلاش اقول الكواليس عشان ما كانتش دوره حلوه خالص. طيب خلينا نروح نشوف بقى الأستاذ فريد زهران وهو بيقول هذا الكلام صوت وصورة لموقع المنصة. مرشح لرئاسة الجمهورية ناقشه في توجهه الرئيسي مش في التفاصيل. التفاصيل ملك
المجال السياسي اللي هيحسم التفاصيل دي. انا بشاور على وجهه، بشاور على طريقه. انا بقول النظام الحاكم ده، واخد بالك، بشاور على طريقه. ايه الطريقه اللي مشاور بيها النظام الحاكم ده؟ طريقه بتقول ان مصر دي ما تتحكمش غير بالكرباج، وما تتحكمش غير بالقبضه الحديديه، وما تتحكمش غير بان الناس تحرم من ممارسه كل حقوقها دي، لانها لو اعطيتها الحقوق البلد هتقلب الفوضى. ده المنطق اللي بيحكم مصر. انا عايز احكم مصر بطريقه مختلفه، بتقول العكس. انا بقول مصر في ازمه، اذا لابد من توسيع دائره المشاركه، اذا لابد من الناس تشارك وتتناقش وتبحث معنا عن الحلول وتقدم معنا الحلول. دول منطقين. حاسبني على ده، مش على ان انا عندي. انا خد بالك، انا مش مرشح فردي ولا طرح نفسي كشخص ملهم. احنا شفنا رؤساء جمهوريات كتير في جمهوريه مصر العربيه بقى لهم عشرات السنين، ولسه في ناس بتقدم نفسها بنفس الطريقه، اللي هي ان هو الزعيم الملهم الفرد اللي مسلوب من ربنا اللي عنده. كلام جديد ومختلف، وانا اعتقد ان الناس هتهتم جدا بالطريقه. صحيح، هو راجل مش ملهم، راجل مش مرشح ملهم، راجل سياسي عنده كارير سياسي وعنده خلفية سياسية، بيعبر عن حزب سياسي، بيعبر عن عدد من التوافقات الحزبية المعارضة في النهاية. وفي النهاية أستاذ فريد زهران طبعا شخص معروف في الحياة السياسية المصرية. تعالوا نشوف رأيه فيما يخص واحدة من القضايا الأساسية اللي تخص الأمن القومي المصري، وهي قضية المياه وسد النهضة. عن أن المصريين يرغبون في التغيير، هل يوجد داخل النظام كما سبق أن صرحت حضرتك دوائر تسعى للتغيير أو تدعم التغيير الآمن؟ دي أسئلة ذكية، دي أنا أحب الأسئلة دي. أنا مش بزعم، أنا متأكد إن فيه. ليه؟ بالتحليل المنطقي إحنا في أزمة كبيرة جدا. هل أنا وأنتي والراجل الطيب ده بس اللي واخدين بالنا إن البلد في أزمة كبيرة؟ مش صحيح. هي لو أن البلد مش في أزمة كبيرة، طب اتعمل حوار وطني ليه؟ لو البلد مش في أزمة كبيرة أنا برشح نفسي إزاي ومتسابق أقول الكلام اللي بقوله؟ لو البلد مش في أزمة كبيرة أحمد طنطاوي ده برشح نفسه إزاي ومتساب يعمل اللي هو بيعمله؟ البلد في أزمة كبيرة، أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية، وكل الدوائر اللي في البلد دي، كل المشتغلين بالسياسة سواء في الحكم أو في المعارضة مدركين إن البلد في أزمة كبيرة. في طريقتين في حلها، خلاص؟ عند دوائر الحكم فوق في طريقتين في حلها. في طريقه بتقول البلد في ازمه كبيره، مزيد من البطش والقمع والقبضه الحديديه، واخد بالك، يحل المشكله. ولو سيبنا سنتيمتر واحد الامور هتفلت وهتنفجر، وهندخل في ديلمة وهندخل في انفجار، والبلد هتضيع مننا. تمام كده؟ ودول ودي دوائر مش ضعيفه، واخد بالك، ولديها منطق، لديها منطق، واخد بالك، ولديها تخوفات على مصالحها لان عندها مصالح، ولديها تخوفات من اي نزعات ثاريه او انتقاميه من خصومها، خلاص. وفي اتجاهات تانية بتقول لا، الامور لو استمرت بالشكل ده ستفضي الى انفجار قد لا نستطيع ان نسيطر عليه، وبالتالي لابد